نائب رئيس اتحاد كرة القدم السيد علي جبار: تعرضي للانتقاد المستمر بسبب عدم قبولي بالأشياء غير القانونية. تقدر تسأل رئيس لجنة الاستئناف الأخ عبد الحسين إن كان هذا الكلام صحيح. أنا أشوف هذا الكلام عار يعني الصحة يعني سمعت أنا يعني من أعمل في مؤسسة كرة القدم وأعمل في شخص يعني هو رئيس لجنة، هذا يتوقع في أي لحظة إحنا نعود تخارج الاتحاد يعني في أي لحظة. فبذلك يعني إحنا من هذا الشخص عبد الحسين أو غيره من راح يعني يطلع أو يبقى من راح يطلع، فبالتأكيد راح يعني يطرح كل الأشياء السلبية اللي مرت فيه. فسبق وان طرح يعني طه عبد الحلاته ما حصل على يعني على تصويت الهيئة العامة، فهو من يطلع هم 100% الكل تطلع يعني ما هي سنة الحياة. لما تتعرض النقل شخصك لين ما طب مجال لأي شخص أحس بي أنه أي شخص يعني عضو هيئة عامة شخص بالاتحاد يعني إذا كان يريد فدغايات ويطرح فدغايات غير قانونية أنا بالضد منه.